ترأس سيادة المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بيير باتيستيا باتسبالا قداسا إلهيا في كنيسة قلب يسوع الأقدس للسلزيان بمناسبة عيد الرعية. المزيد من التفاصيل في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بالتزامن مع عيد قلب يسوع الأقدس، احتفل أبناء رعية بيت لحم بقداس إلهي في كنيسة قلب يسوع الأقدس للسلزيان. تبعته مسيرة في طرق بيت لحم القديمة، حيث ترأس القداس الإلهي رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا والمطران مارقوتسو ورئيس المعهد الإكليريكي الأب الدكتور يعقوب رافيدي والأباء السلزيان والأباء الأجلاء. وشارك في القداس الراهبات والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي ورئيس بلدية بيت لحم السيد أنطون سلمان وممثلو المؤسسات في المحافظة ورواد ومجموعات الحركة الكشفية والأخويات والجوقة وعدد كبير من المؤمنين. وبعد القداس انطلقت المسيرة التقليدية من كنيسة قلب يسوع الأقدس، ترأسها رئيس الأساقفة حاملاً القربان الأقدس تحت المظلة، وعلى أنغام معزوفات كشافة السلزيان أقيمت الصلوات والتراتيل في شوارع وأزقة بيت لحم القديمة وصولاً إلى ساحة المهدي، ومن ثم إلى كنيسة سانتا كاترينا حيث أقيمت صلاة الزياح للقربان المقدس ليعود الموكب بعد ذلك إلى كنيسة السلزيان مروراً بكنيسة السريان وكنيسة الروم الكاثوليك. واختتمت المسيرة في كنيسة قلب يسوع الأقدس، وبعد أخذ البركة الختامية أقيم حفل استقبال في قاعة الدير. We are very happy because today we showed Christian Bethlehem and also we showed to everyone that our heart is the heart of Jesus. اليوم متجمعين في دير السلزيان بعد ما عشنا لحظات روحية كتير حلوة وعميقة ومشرفة كمان، لأنه بعد ثلاثية فيها كرمنا قلب يسوع الأقدس اللي هو بالفعل حب بيفيض على كل إنسان وبالذات الإنسان اللي محتاج لحب الله. اليوم بنحمل جسد المسيح سر القربان المقدس وبنطوف في صلاة وفي تسبيح بشوارع مدينة بيت لحم المقدسة، وهذا إعلان كمان من شعب بيت لحم من مسيحية بيت لحم عن حبهم للمسيح. عيد قلب يسوع هو عيد الحب، وإن احنا نحمل جسد ونطوب به في الشوارع هو إعلان إن احنا بنحبه وإن احنا تابعين له، وبركة جسد المسيح تحل على كل إنسان شارك في هاي الصلاة وعلى كل بيت في هاي المدينة المقدسة. كل سنة وانتم سالمين وحب يسوع يملأ قلبكم وحياتكم. قلب يسوع الأقدس يعني حب الله اللي تجسد في حياتنا وفي قلوبنا لحتى يعلمنا ويكون عندنا جزء من هذا الحب، لنعرف نتعامل مع الناس، لنعرف نحبهم، ويعرف الناس أنكم تلاميذي إذا أحببتم بعضكم بعضا. بدون المحبة مش ممكن تكون مسيحي ولا تدعى مسيحي، المحبة فقط هي التي تجعل منك إنسان قريب من الله، أما أنت إذا أحببت فستكون ساكن في قلب الله. هذا هو شعارنا وهذا هو أملنا. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة قلب يسوع الأقدس بيت لحم.